تدري ان متوسط الاستخدام اليومي للهواتف الذكية هو 4 ساعات، وهذا الشيء اللي فتح عدة فرص امام المستثمرين في مجال التطبيقات، لان صار كل شيء اليوم عن طريق تطبيقات التليفون مثل طلب اكل او حجز فنادق او طيران او غيرها من الاشياء. اليوم وبسبب هذا الاقبال الشديد صاروا اصحاب الافكار يتسابقون على هذا المجال، وانت ايضا تقدر تستغل هذا الطلب العالي على التطبيقات وتسوي تطبيقك الخاص. تواصل اليوم مع فريق عمل مؤسسة ماي تكنولوجي واحجز استشارتك المجانية اليوم. اضغط الرابط للتواصل.